Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hengike ulemane variset peygamberane mirat girtiyet enbiyane o ilme ev mirat girya peygambera ev irse peygambera نشبت إرث ملوكنا ويا رؤسانا ويا مظنانا ويا أحزابنا ويا أهل دنيانا. ملوك الدنيا دنياي وهي دنيوي تشتكي وقت دي فخورة تيلن إكشمان حكمة حكمة كان يعني كان إرثي أو بخوت إسلامة كده حكمة وراثي حكمة كي حرامة إسلامة كي طبعا قبول نابت كعائلك يعني لينك أو جهتك أو أسرك حكم وراثي يعني بيروك أو بمن السر حكمي وسر طبيعي سلطة أو حكم عالمي بكن في إرث ملوك إرثك محرمة إرثك مخالف إسلامي إسلامتي اعتراف ببي يعني ميلاد جريناك كخلقك أو عوائل أو هندك مروف حكمي حكمرانية كر بيتا وارث بابي ويعني نبي بيتا وارث بابي لي حتى دي مايك يعني أبا إسلامت كده أبا عملك محرم وعملك خرابة وعملك يعني منافية ديال الإسلام إسلامت كي إداية الشعوبة إداية بصرمانة حقك كس نشت أبي ما في أبي حق البصرمانة ورقلت وليبستيني أو حق تشيه أف حق أواد بيت الضمان كملت أوطان الشعوب دنيا وبصرمان وأمته همي تيتا باراستن وتيتا حفظكرن وتيتا يعني صيانة كرن تيشي تشتي خراب نابيت طبعا الحكمي دا الدنيا دا او حق او كيشكا يوكو اسلامتك دايا الشعبي ودايا امتي وقودك ابا حقي هنقويا ابا صلاحيات اتوانا يا شعب وابا طبيعي او تشتي اسلامتك ياخده تعالى يعني كل يوم منحة ودايا أو حق تشيه أو حق أبايا يعني هل بجارتنا مسؤولة هل بجارتنا حكامة هل بجارتنا حكمرانة أف هل بجارتنا أف ليجرتنا أف مبايعة أف تعينكرنا أف يعني كارها خدي تعالى أبايك اللي حقك وإداية الشعبي إداية ملتي إداية يعني خلكي نمعنا بأوى إسلامتك أبي ديني هني اعتراف حكم وراثي كريا أبي وكو أنبين أبرو إيكش أسباب مال ويران كرنا أمتا إسلامي وفان يعني بصرمانا أوكو مالوان يويران بي بصرمان أبرو ورزيل بينو ومتخلف بينو ويتكفتينو يتهجارد بينو يتفقيرد بينو يتبنمايد بينو همي سبب أب حكم وراثية أب حكم الطاغوتية أب حكم محرمة إسلامتي دا تشكي إسلامتي أب حكم يرفض كلي حكم وراثي نابت أب حقك إش ما فك شوان ما فتوك وخدي تعالى دايا كي دايا شعبا يقول يا بصرمانة دهين بخو هل بجيرن ودهين بخو ليجرن وأف صلاحياته يتنقونا دهين طبعا مسؤولي عن بربرسي عن خليفي أبا صلاحياته يتنقونا أبا هيك أف حقا خدي تعالى إداية شعوبة بفي حقي طبعا دولته أنظمة وأمم مين يعني تيشي طبعا سطمين نابن يعني إروخون نابن ويرانبين نابن خرابي نابن اگر ملت و شعوب اوی حقی پیرو کن او چیه؟ که او اختیار کن انسانا و اختیارا اسلامی جی بو مروو بو حکمرانا بو قیاده سر دو اساسانا ایکشوان اصوص توکو اسلامت که درست کری و حلال کری که بسرمان ایک پل بجیرن بو حکم خواه
بود صلات آخو ایکشوان امانه مروفك امين بيد مروفك خائن نبيد مروفك بي طبعا صفات خيانه الدف نبيد صفات دوي قوي بيد يعني قوي تعريف قوي القوي الامين افهر دو صفات التاني قران يلك تاكيد ليك لي بو حكمراني بو دست حالاتي بو مسؤولي بو بربرسي ايكشوان انسانك بيتي امين بيت خيانات بي حكم دانكت بي كرسي كدانكت مال ملتي دانكت بي وظيفة دانكت صورة خيانات جي اوه او انسان جاي تسروي حكمي و بشتين جاوه كرسي كي استغلال كد خواه خزمت خواه حزبا خواه حوالت خواه قنديت خواه پسمامت خواه پی طبعا دستوان دوم بخیتو پی زنگین کتو پی بکت خودان وظیفه و پی بکت خودان یعنی منافع بجنوی خیانت بجنوی خیانت خوده و پیغمبره و خیانت امت جی وقتی مرووک طبعا هاتا یعنی هل بجارتن پشتینگی او رابطوی کرسی که ها یعنی بکت بورسا و بکت متجر مروفت خو و حزب خو و حوالت خو و خوشویست خو و کریت خو و دیولان کت خو به کرسی که استایوان طبعا ستیر کت و قلو کت کتا القطط السیمان و خیانتا طبعا گلوی دینید گل اسلام ها هل بجارتنا وی مروفی او وی لایانی او او حزب وکو حکمیت کت لازم به تهل بجارت نسر اساس حزبی نسر اساس گندوی نسر اساس یعنی عشیرت کی نسر اساس یعنی اکد بیشن جهوی سر اساس الامانت والقوه اوی عنصرها اوی شخصها اوی مروبکو بسرمانت بیت طبعا دان سر کرسی که او بکن خلام خو او بکن اجیر خو او بکن عامل خو چنكيت إسلامت كده مسؤول لا يحكم إسلامت كده المسؤول يخدم نابت إسلامت كده تبيجي أبي إنساني وكد بيتا مسؤول بالبرج تبيجي أبا حكميت كم نخي أو دي خزمتي كده بيتا خادم برهندي وقت السؤال كي كري قلت تشوى بيا أمير في ملتي في خلقي أف عالم وصا إطاعتات يتوصا أف ريزو تقديرو يعني تدقيرت قلت بي أميري قلت ما صرت أميرا لهم إلا بعد أن أصبحت خادما لهم شجر طبعا من حكم نكر ياس نبي ما أمير متسلط متكبر خدان موكب قاروني خدان أكد بيجن كوماندو خدان أف مظاهرات خلابت كذابت دروينت منفر قلت أزي بما مسؤول أو أمير يوان بشتي أصبحت خادما لهم شنكت إسلامت كده ما قلتها الأمير لا يحكم الأمير يخدم فقط يعني خزمتك سربي أساسها الأمانة والقوة أجر تديد مثلا لايانك حزبك طرفك خلكي مثلا انتخابك أن نبداية أن دنداية أن استنداويك أن يعني هل بجاتن أن ناجح كرن بشتنجي أو رابي بس أو حزبية خو مروبية خو أبت بن آلايو وأبت هوالتوي أوي طبعا موقع دانوان أو طبعا وظيفة يخستن أو شول يخستن أو كار دوان أبي خان الله والرسول والأمة أو إنسان دي بيت خائن إنسان جي وقت بي خائن أو حاكم طبعا تسقط شرعيته وي وقت حرام السر أمته أو ويمرو في أنوي حزبي أنوي لا يعني بهلن طبعا حكم بكبو تشكي إن الله لا يهدي كيد الخائنين مرو في خائن تجار ملتي خو ناجيني تنجاحي تجار قياداوي نابیت برکت و چه جار حکمران یاوی نابیت جهه دلخوشیه و آواکرنا ملتی ابدا فلیر شرعیت اوی نامینید ویر طبعا نامین بیت انسان که اکسپایر بو چنکی اوی خیانتی کرید به کرسی که دا اف کرسی که نکرید خزمت عالم دا اکرید خزمت خود و شهواتت خود و حوالت خود و کرید خود و الوی نحیبه او بی خائن فإخائن إن الله لا يهدي كيد الخائنين إذن سرفان هردو أساس الأمانة والقوة تبيعي دي إنسان هيته هل بجارتل بو حكم كرنه بو دس صلاته أما قوة يعني تفسير قوة تشيا مثلا حكمراني قوي بيت تفسير أقرب يعني بو أكد بيجن حقيقته أن يكون قويا على أهل الفساد مثلا بقبل حكميتك طبعا رقم ايكا طبعا سري هرمي
وقت تبینید محافظ کیوی، آن قائم مقام کیوی، آن مسئول کیوی، آن قیادی کیوی، برای خودت یه انسانی ها طبعا خراب کار اینا افس کرسی که ها سبب وی کرسی که پشت دمه که برای خود انفجار بو، برای خود زنگین بو، برای خود بی خودان، یعنی بی ملاک و بی ملیونیر که دیل آخری معنی اف انسانی ها اف کاری کری زنگین یاوی نجاح هاوی سر وی کرسی که بی خودان مالو و بی خودان پاره و بی خودان تجارت، معنی انسانی که فاسده، معنی هر وقت حتی رئیس امریکی تورمان بیجید اگر تدید سیاسی زنگین بی فحکم بی انه فاسد، هر سیاسیک تدید مثلا وزیر محافظه تدید پشتی او مسئولیت ورگرتی و زنگین بی بی خودان مال احکم بی انه فاسد، انسانه که فاسده لازمه مکافحهای بهتا کرن، لازمه او انسان بهتا عزل کرن، بهتا دیره خستن، بهتا طرد کرن، بهتا لادان، بهتا اقصا کرن بو، چنکه او انسانه کرسی که زنگین بید معنی او انسانه که فاسده، چنکه لا یمکنو للسیاسی ان یغتنی الا اذا کان فاسدن، چنکه وی مثلا وقتی بیت مسئول مسئولیتی نه ریکا زنگینیه الا که مجرم بید، بی اخلاق بید، دزیکر بید، انسانه که طالانبر بید، وی وقتی طبعا وقتی تا دی زنگین بید لازم بریارا ملتی ها بید رأس نوی انسانی ها طبعا کتایی ببینن و اخصا کن و اوی انسانی طبعا نهلن و اوی مروی ها طبیعی دستی توی ببرن دوی حکمی دا. اذن لیرا وقتی هم بیجین القوی و الامین، الامین معروفه استقلال اوی کرسی که وی منصبی وی نابی وی پلینا کد بو زنگین کرنا خو مروی تخواب چو قوی چیه؟ ان یکون شدید البأس على المفسدین سرگندل چیه؟ وقتی تدید مسئول بر پرس حکمران رئیس شدیده آگره السروان انسان اتوکو خیانت اتکن یا گندالیت کن ابزان او علامات چاک علامات ایجابیه، چنکی مسئول رقم ایک بر پرس رقم ایک او یکون شدیدن على اهل الفساد، اگر بن خیوت آوی مجرم هات نوچون و لصوص هات نوچون و آزادیا خوبر گرد و حتی دیمایی که معنی او انسان سر حرم او جی فاسده او سلسله که مفسدانه او هیچ ناجح نابند کار خودت عمل خودا، چنکی افساد شرعیت انسانی ناهلید، ظلم شرعیت انسانی ناهلید، ایدن اف هر دو اسوس تنه او توکو حکمران، او توکو عضو پارلمانی، او توکو اف مروب تنه السر وان هر دو اساس وان مرجا طبعا تنه هل بجارتن أن يكون أميناً وأن يكون قوياً على الفساد والمفسدين، أجلبان هردو أساساً أبو أو مروف طبعاً دي در كبت ملعون ودي در كبت وباء ودي در كبت سرطان ودي در كبت طبعاً مرناصور ودي بيت بلاب وين ملتي ودي وين ملتي إخيطة أزمات هذا وأو ملتي هجار بيت وأو ملتي كبت وأو ملت خير الخنابينيت، چنكي قيادة فاسد وقت طبعا درجة فساد و افساد و انساني طبعا ورقد خلاص يدي او ارض بمبت بي يعني نا يعني كس بختور نابد نبن حكمي بي نلبن طبعا سياستاوي انسانك طبعا جلك فاسد وحتى دمائك، واخر دعوان الحمد لله رب العالمين.